السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. لو لسه لأول مرة تشوف القناة، يا ريت تدوسيلي على زر الاشتراك وتفعليلي الجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله أول بأول. النهاردة جايلكم بوصفة جميلة جدا واقتصادية جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين شكلها معايا، ما يتكلم عن نفسها، يعني مش محتاجة اقول عليها ان هي حلوة. ان شاء الله تجربيها وهتقوليلي رأيك فيها. كمان ممكن تحطها في سفرة رمضان. تعالوا نشوف كده المقادير بتاعتنا مع بعض. 3 حبات من البدنجان و3 حبات من البطاطس، وكمان هنحتاج 3 حبات من البصل و3 حبات طماطم و3 حبات فلفل و3 حبات من الثوم. طبعا زي ما انتوا شايفين المكونات بتاعتها اقتصادية جدا ومتوفرة في كل بيت. ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم، لانها بجد جميلة جدا وتستحق ان انت تجربيها. هنبدأ كده نقطع البطاطس بتاعتنا مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا انا مش عايزة البطاطس بتاعتي تكون سميكة او تكون رقيقة، تكون وسط كده. وده السمك بتاعها زي ما انتوا شايفين معايا كده. هبدأ كمان اقطع البدنجان بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. لو حبة البدنجان بتاعتك كبيرة ممكن تقسميها على نصين اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوه. طبعا هخلص كل كمية البدنجان، وبعد كده هنبدأ نقطع الفلفل مع بعض بالشكل العشوائي ده زي ما انتوا شايفين كده. وده الحجم بتاعها هاي حبايبي. وكمان هنقطع الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اي زيادات طبعا هنشيلها في الطماطم اهو بالشكل ده كده. وهبدأ اقطعها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني تكون معايا بالحجم ده، ما تكونش كبيرة ولا تكون صغيرة. حابة تقطعيها يعني اصغر من كده حاجة ترجعلك. طبعا انا خلصت كل الخضار بتاعها زي ما انتوا شايفين قطعته، وكمان فرمت البصل وفرمت الثوم. هنحتاج دلوقتي مع الوصفة بتاعتنا اقل من 1/4 كيلو لحمة مفرومة. ممكن ما تحطيش، ممكن تحط بداله كمان فراخ. معايا هنا التوابل فلفل وكركم وبصل بودر وبابريكا وكمون وكزبرة وملح وتوم بودر. والتوابل دي بتاعتك انت، ممكن تحطي اللي متوفر عندك. معايا هنا كمان 3 معالق من الدقيق. هنزل بالبطاطس بتاعتي في الزيت. طبعا انا مش عايزاها تكون معايا مستوية قوي، انا عايزاها تكون نص سوا كده، يعني مش حمرة قوي ولا بيضة قوي، تكون كده متوسطة. وهوريكم معايا شكلها دلوقتي، انا عايزاها تكون معايا بالشكل ده. وهبدأ دلوقتي اطلعها معاكم. طبعا هحطها على مناديل علشان تنزل الزيت اللي فيها. بعد كده هجلي البدنجان بنفس الطريقة زي ما قلت لكم، ان انا مش عايزاه يكون مستوي، يعني البدنجان يكون احمر معايا، عايزاه يكون كده هو مستوي نص سوا. هبدأ اجلبه كده، بعد كده هطلعه علشان هو استوى معاها زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما خلصت كمية البدنجان والبطاطس اللي انا جليتها بالشكل ده، هجيب الطاسة بتاعتي كده واحط عليها 2 معالق زبدة و2 معالق زيت. وبعد كده هنزل بالبصلة بتاعتي وهجلبها كده كويس لحد ما يبدأ لونها يتغير معايا. هحط كده حبة فلفل، لو حابة تحطي حطي، مش حابة خلاص حاجة ترجعلك. طبعا زي ما انتوا شايفين البصلة بتاعتي لونها اتغير معايا، وكمان الفلفل دبل. هنزل كده باللحمة بتاعتي وهبدأ اعصجها بالشكل ده. طبعا ايدي هتكون فيها على طول علشان ما تعملش تكتلات اهو بالشكل ده كده. وهوزعها كمان بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده.
بعد كده يا حبايبي هنزل بمكعب طماطم انا مفرزاها في البيت، يعني ممكن انتي تحط نص كوباية عصير طماطم او تحط معلقتين صلصة زي ما تحبي. هنزل كده بالثوم واديه صدمة وهقلبه كده كويس، بعد كده هحطه على اللحمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وهقلب معاه اللحمة. يعني وهاخد نص كمية الطماطم اللي انا قطعتها معاكو هحطها كمان على اللحمة بتاعتي بالشكل ده وهبدأ اقلبها كده كويس. بعد كده حطيت التوابل اهي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده، هقلبها برضو كويس بالشكل ده. بعد كده هجيب الحلة بتاعتي واحط فيها كوبايتين من المية بالشكل ده كده، وهنزل بالتلات معالق من الدقيق وهقلبهم كويس. طبعا مش عايزة اي تكتلات، انا عايزاهم يدوبوا كويس في المية. هنقلبهم بالشكل ده هنقلبهم كده كويس يا حبايبي. بعد كده هنزل بالتوابل اللي هي توم باودر وبصل باودر وملح، طبعا هاخدهم على النار وهبتدي اقلب فيهم بالشكل ده لحد ما يستووا معايا، يعني الخليط يكون معايا تقيل. هيكون بالسمك اللي انتوا شايفينه معايا ده، هنزل كده بمعلقة زبدة، طبعا ده البشاميل الاقتصادي يا حبايبي زي ما انتوا شايفين كده من غير لبن او من غير زبدة كتيرة. هكون محضرة معايا هنا صينية واحط فيها البطاطس والبدنجان بتاعي، هنحطه كمان كده بشكل عشوائي اهو بالشكل ده كده. طبعا لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بعمله. هنزل كده باللحمة بتاعتي وهبتدي اسويها بالشكل ده، واهم حاجة ان انا اغطي الصينية بالبطاطس والبدنجان من تحت الاول كويس، تحت اللحمة يعني كويس، مخليش فيها فراغات. بعد كده يا حبايبي هنزل بالبشاميل بالشكل ده وهحط كده حوالي كبشة يعني على الخفيف كده مش هكتر. بعد كده هنزل بالبدنجان والبطاطس والطماطم والفلفل بشكل عشوائي بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده. طبعا هحاول ان انا اغطيها كده كويس. بعد كده هحط باقي كمية اللحمة اللي عندي، وزي ما قلت لكم ان انا هسوي اللحمة كده كويس. والحشوة دي بتاعتك انت، ممكن تحط اي حشوة تحبيها. هنزل كده هوا بالبشاميل برضو على الخفيف. بعد كده هحط دي رابع طبقة يعتبر معايا بطاطس وبدنجان، هحطه بالشكل ده، وهحط الفلفل وكمان الطماطم بتاعتي. وهغطيها بباقي كمية البشاميل. طبعا لو متوفر عندك جبنة موتزاريلا ممكن تحطي، مش متوفر ممكن تجيبي بيضة وتقلبيها كويس وتحط عليها فلفل اسود وتحطها على الوش عشان الوش يديك الشكل اللي انت شفتيه في الصينية دوا. هنزل كده هو بالجبنة بتاعت زي ما انتوا شايفين، يعني اللي متوفر عندك حطيه،
مش شرط ان انا اقول جبنة يبقى جبنة، ممكن انت تحط اي حاجة متوفر عندك. طبعا بعد ما غطيت الصينية بتاعتها بالجبنة الموتزاريلا زي ما انتوا شايفين، هحط كده بطاطس وبدنجان وفلفل بشكل عشوائي. اها بقت معايا بالشكل ده كده يا حبايبي. دلوقتي هدخلها الفرن تاخد 10 دقايق، وبعد كده هسوي الوش بتاعها من فوق زي ما انتوا شايفين معايا الشكل ده. هبدأ دلوقتي اقطعها معاكم واوريكم شكلها من جوه. طبعا زي ما انتوا شايفين شكلها بصراحة جميلة جدا، وكمان ينفع ان انتوا تحطها في سفرة رمضان. طبعا اتمنى لكم مشاهدة طيبة ممتعة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.